احنا اليوم كنتواجدوا بالمنطقة ديال الغرب، بالضبط من اقليم سيدي قاسم، الجامعة ديال الزقوطة. احنا وكبنا الفلاحة اليوم في اطار التحاليل ديال التربة بالمنطقة، انجزنا اليوم التحاليل وعطيناهم نتائج وواكبناهم. كنشكروا المؤتمر لخدمات القرب اللي بصح وصلنا لبزاف الحوايج حنا ما كناش عارفينهم، جاوا لعندنا وخدينا واحد العينات من التربه ديالنا وعرفنا بزاف ديال الحوايج اللي حنا بصح ما كناش عارفينها. كنديروا شي نوع ديال الاسمده اللي هي بعض المرات غير كتضيع، ما خصناش نديروها، وشي حوايج ما كناش كنديروهم اللي هما اللي بصح خصهم يديروا. كنتمنى ان شاء الله هاد المبادرات اللي كتقوم بهم مجموعه ديال لو سي بي بشراكه مع يعني زين سيريال يكثروا ويكونوا يعني نزيدوا نقربوا اكثر الفلاح، نوعيوه باستعمال يعني التسميد المعقل لفلاحته. كنشكروا المثمر على هذا النهار المميز اللي استفدنا فيه بزاف ديال الحوايج، ما كناش نعرفوا نفلحوا، ما كناش ناخذوا عينات التربه ديال الفلاحه ديالنا ديال البلاد ديالنا. كان داك المسائل كان عشوائيه، كنا كنديروا الملحه بلا حتى شي حاجه، كنا نديروا بالنسبه للحموضه ديال الارض ما كناش نعرفوها، ما كنا كنعرفوا حتى شي حاجه، ولكن بالنسبه لهاد المثمر جا فهمنا وعانا، عرفنا بزاف ديال الحوايج، شفنا بزاف ديال الحوايج زعما، وكنشكروه جزيل الشكر على تمره ديالو على المثابره ديالو. كنشكروا مثمر على هاد البادره وعلى هاد اليوم الدراسي اللي فعلا خاص الفلاحات. شكرا، الله يرحم لكم الوالدين، وريتونا استفدنا من هاد الشيء، وريتونا المواد اللي غنديروا للقطنيات، وشكرا الله يجازيكم. شكرا المثمرين، الله يرحم الوالدين، ما كناش مستافدين من هاد الشيء، وجيتوا وريتونا التحاليل تاع التراب، وشكرا لكم، الله يكثر خيركم والله يفرجكم بالرضا ويغطيكم بالرضا.